بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو أوكازيونات الشتوي. تعالوا النهاردة بقى نتفرج الأسعار في الأوكازيونات عند محل جاردين. طبعا هوصف لكم العنوان وكل حاجة. هنشوف ستايلات كتيرة جدا، جواكت وفي حاجات توينزات وفي كمان الحاجات الكارديجان وفي درسات، كل حاجة هنشوفها بالأسعار قبل وبعد. هندخل نتفرج، بس قبل ما ندخل يا ريت اللايك والاشتراك في القناة، وتعالوا بقى دلوقتي نشوف العنوان فين بالظبط. اما بالنسبه للعنوان، احنا في محافظه اسكندريه المنشيه شارع البوسطه القديمه. احنا النهارده في سنتر جاردين جنب الشارع اللي فيه محمصه شرف. ادي المحل اهو، وده طبعا الناحيه الثانيه. هندخل بقى ونتفرج على الموديلات كلها. كل الحاجات اللي في الفاترينه الجميله دي كلها عليها خصومات. هندخل نتفرج ونتعرف على كل الاسعار. يلا نبتدي على بركه الله. الجزء ده عن الكاجوال، المقاسات العادية، تمام. عندنا برضو تنزيلات جامدة جدا في جوردان، هنتعرف عليها دلوقتي ونشوف ايه اهم التنزيلات بقى. اتفضل يا عمي. بصوا حبايبي، طبعا كل القسم ده كله تنزيلات. بصوا ده كده 290، تمام. دي مقاسات عادية بقى، دي عادية وكبيرة بقى، وفي برضو كبير منها، تمام. 290 اهو. موجود. بصوا يا بنات، كل القسم ده ليكم. هيصوا. بصوا الحلاوة، التونيك طويل طبعا وشكله تحفة اصلا، جميل، تمام. في حاجة كده مشجرة بقى، ايوة في حاجة كده مشجرة 175، تمام. وفي منه بقى مكتوب عليه فيرزاتشي، هو فيرزاتشي ولا علامة بتاعت فيرزاتشي اهي، تمام. كل ده 175. تلبسيه، ممكن تلبسيه بيزك، ممكن تلبسيه كده على بنطلون. لسه هنشوف حاجات حلوه كتير قوي هنا. بصوا ده كمان، ده بشداد اهو، وعليه استراس، الجيوب عليها استراس، 290. ادي الالوان بتاعته اهي. في منها الايادي على تايجر، وفي منها على استراس عادي، تمام. الله ينور. في الفيست ده بقى، تمام، ده عامل 190. 190 جنيه ده شمواء. ادو اللون اهو، الروز والموف والاسود منه اهو، زي ما حضراتكم شايفين، كشمير مع حضرتك، تمام. ده كده شفناه برضو. تعال نشوف حاجة تانية، ده شكل تاني بقى، برضو 190. بصوا طويل ازاي، والبنات اللي بتحب بقى تلبس الطويل وكده، حاجة اخر شياكة بصراحة. غسيل ولبس. تعالوا بقى كمان نشوف التوينزات بقى. ده فيست والبودي بتاعه، ده عامل 360. 360 بعد الخصم. ادي اشكال منه بقى، عندنا البستاج والروز. بصوا حبايبي اشكاله حلوة قوي، بصوا الجمال. في شميز مختلف برضو، يعني في حاجات كده مختلفة بالاكسسوارز يا عم جمال ده ولا ايه؟ بالمقاسات، تمام، ماشي. في ايه بقى تاني؟ في الفيست ده كمان او التوينز ده، بكام ده؟ كام؟ 345. 345، تمام. لسه بقى هنشوف حاجات حلوة كتيرة قوي. بصوا ده ظهره عامل ازاي بالكابيشو كده، ده شكله من قدام شاموا. بصوا السوست بقى والعوجان بقى واخر جمال، ده برضو نازل عليه سيل. كل اللي هنشوفه دلوقتي طبعا نازل عليه خصم، تبقى هدية عيد الام بقى. بصوا الجمال، بصوا اللون ده حلو قوي فيه برضو، والنبيتي اهو، اللون ده جميل يعني اورنج كده غامق شوية. بصوا حبايبي طويل ازاي، والبستاج اهو، وبرده واسع، يعني انا شايفاه برده مقاساته صغيره، مقاساته حلوه. احنا قلنا ده بكام؟ نعرف. 335، تمام. تعالوا يلا نكمل جولتنا في محل جاردان. يلا في ده كمان اهو، ده شكله احنا عايزين نفرجه لكم، هو محطوط على المانيكان عشان يبان. بصوا حبايبي رسمته تحفه طبعا، تمام. الله ينور. نجي بقى للسيشن ده،
بصوا الجمال بقى، ده برضو شموا، كله شموا بالفرو بقى. عندنا اللون ده واللون ده 255. تمام. هطلعك. تمام. ايه تاني بقى؟ اتنين سوستة. ده حاجتين كده كأنهم مع بعض، هما لازقين في بعض. تمام. ده بكام بقى ده؟ 305. ده قماشته ايه ده؟ ده ميلتون. ميلتون 335. بصوا حبايبي، حاجة 65، حاجة جديدة بقى دي. بصوا الجمال، زي ما انت عايزة بقى، اللون اللي انت عايزاه. هو كله اسود، اللي من تحت هو اللي بيختلف. روش بصراحة بالكابيشو بتاعه. تمام، الله ينور. بصوا حبايبي، ده حاجة بقى كده فارو قصيرة، ده برضو نازل عليه. أيوة. 275. ادي الالوان بتاعته اهي، لون الروز. تمام، الله ينور. بصوا حبايبي، تلات الوان اهي، لا ده اربع الوان كمان. تمام، جميل. في توينز تاني اهو، غير اللي احنا شفناه الاولاني، الحزام بتاعه بالفرو وزراير نبيتي اهو، والبستاج، واللون ايه تاني، الكشمير والزيتي. 275 توينز. التصفيات بقى. تمام، الحاجة التانية كمان اهي، بصوا ده كده بقى. في اللي هو ده 185. تمام، ايوه. في بقى الفيستات بقى الفرو، 160 الفيست الفرو يا حبايبي. ده ادي الوانه اهي، بصوا الالوان بتاعته. تمام، ميتين خمسة وتمانين. ده بكم بقى وبزراير. أيوة، وفي الأسود كمان. تمام، في عندنا ده، ده 250. ده شموا برضه. حاجات اللي هي ستومك كده. تمام، ألوان. في عندي حتة كده بناتي بكام بقى الحتة دي؟ الحتة دي بمية. بمية بس؟ مية بس. يعني عندنا أسعار من أول مية كمان، هنشوف دلوقتي كمان. ده تمام، ماشي. بصوا بقى على جلد بناتي برضو. وكاروهات، شكله شيك قوي برضو. بمية وتمانين يا حبايبي. تمام، يعني المبسوط ياخد والفقير ياخد. وماله، احنا عايزين نبسط الكل. بصوا ده كمان اهو، حاجة كده كاروهات برضو. بصوا شكله من تحت كده. 425. تمام، دي مجموعة مشكلة. بتبدأ من 100 لـ200. من 100 لـ200. طبعا زي ما انتوا شايفين اهي، كله كده زي ما قلت لكم، بيبدا من 100 و200، حاجات بقى مختلفه مع بعضها يعني كده. يعني مقاسات تعتبر مكسره يعني. بصوا اهي، برده دي برده حاجات ايه، نهايه السيزون برده. قلنا برده نفرجكم على القسم ده عشان اللي عايز يلحق يجيب. تمام، والدريسات دي برده نفس القصه، ده ب 200 برده. الدريس ده ب 200 يا جماعه. اهو بصوا، 200 بقى على اخر العرض اهو. تمام، وعندي برضو مجموعة من التركي. تصفيات التركي. حاجات بقى ايه، 200. بصوا حاجة كده، ده جاكيت كارديجان ب200. تمام، التشكيلة دي كلها ب200 يا حبايبي، بدل 300 اهي. دي حاجات تركي. تمام،
سالوبيت بناتي كاروهو كاروه ده عامل 210 210 والساده اللي جنبه ده في عندي منه على جينز على مهلك جينز 210 تمام على مهلك على مهلك في على ايه على ساده بصوا هو دريس بس اللي هو سالوبيت اهو ادي الالوان بتاعته وعندنا الاوف وايت وعندنا اللون الحمصي ده والزيتي والنبيتي كمان موجود 210 نازل خالص 210 وعندي منه مجموعه مشجرات مشجرات بقى يعني اللي ما بيحبش الساده موجود برده المشجر والكارو يعني كله ايه سيفي بصوا ده شكله شيك قوي برده حلو 210 برده تمام كل كذا لون يعني موجود منه كذا حاجه منه اهو هو يا حبايبي بصوا المشجر برده حاجات بقى الصيفي داخل بقى علينا وكده ممكن نجيب حاجه زي كده برده تنفع تمام بصوا الجاكيت ده بقى ايوه ده 350 بتاع المطر بس من ده ومن ده ماشي 350 جنيه ماشي يا عم جميل كل المقاسات موجوده لغايه 3 اكس بس هو اسود بس ده نازل اسود بس تمام عشان المقاسات المليانه تمام في بقى بصوا ده كمان نازل 375 375 تمام منه اللون ده وفي منه الزيتي وفي منه الزهري في منه مجموعه في حاجات حلوه اهي كمان هنا بصوا ده كمان حبايبي ده على سويت برضه حلو قوي ده برضه في منه طويل وفي منه قصير ده عامل 500 ده عامل 500 تمام في منه على قصير في منه على قصير كمان منه هنشوفه دلوقتي بصوا الالوان ثلاث الوان الحمصي تمام وادي الحمصي كمان اهو الله ينور 375 ماشي بصوا الشكل ده 375 برده 375 حاجه كده بقى السوست بتاعته جايبه يعني ايه كسكزح جميل قوي سوست وكباسين الله ينور شغله على فايبر حاجه كده بصراحه من الاخر بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله في حاجه كده كمان اهو دي ايه بقى دي برده اللي هو متبطن ده شيك قوي برده بصوا حبايبي في فرو ب 325 تمام زائد الاسود بتاعه تمام يعني دي حاجه تصفيات التصفيات بالتصفيات يعني في دريسات بصوا الدرس ده من 360 نزل ل 250 250 بدل 360 عندي من اسود اهو والكشمير واللون الزيتي الالوان دي كلها تمام الله ينور فستان تاني اهو ب 220 ده ب 220 بس بصوا الالوان بتاعته كشمير اهو دي الالوان بتاعته تمام عندنا حاجه كده ده بكام بقى اللي فيه الجلد ده 185 بس حبايبي ادي التلات الوان بتوعه ودخلوا الجلد تمام كم الجلد بتاعه كده خلصنا القسم المقاسات العاديه استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية ماشي قبل ما نقفل بص حبايبي في حاجه كمان اهي في ال تمام 475 نازل 350 350 بدل 475 بالزونت بتاعه تمام خلاص في 350 تمام شكرا شكرا الله يخليك عم جميل يا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله باذن الله باذن الله.